بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أكون معكم الليلة لنقل أحداث هذه المباراة بين النادي العربي ونادي الغرافة، مباراة مهمة للفرقتين، مباراة هتكون قوية مش بس داخل الملعب أو داخل حدود الملعب، لا، هتكون قوية خارج الملعب بين المدربين الاثنين، مديرين فنيين على أعلى مستوى. النادي العربي بقيادة المدير الفني كابتن حاتم مملوك، المدرب كابتن خلدون، نادي الغرافة بقيادة المدير الفني كابتن قصي حاتم ومدرب كابتن ياسر عبد الوهاب. لحظات وتبدا المباراه، ستارتنج 5 لنادي الغرافه، نيمة لاعب رقم 18، لاعب رقم 5 عمر لاعب رقم 24 نيكولاس ستوفر، لاعب رقم 3 فرانكلين فاشن، واللاعب رقم 6 كابتن الفريق نديم. نادي العربي الستارتنج 5 رقم 22 خالد سليمان. ده هنكمل مع حضراتكم في اول توقف. خالد سليمان مع الكرة، اللاعب رقم 2 تعالى على السايد لبيج بيجرام، ميديام شوت هارد لوك من عمر، فرانكلين بنتريشن كيك اوت لنديم، ثلاثيه من نديم، هارد لوك. نديم يتميز بتصويباته الثلاثيه الرائعه. نديم تروح الكوره لبيجرام، ثلاثيه ريباوند من ستوفر لعمر لنيمة، ايزي لاياب باسكت من نيمة، لاعب صربي. تعالى مع الكرة لعمر، بنتريشن من عمر، ايزي لاياب، جود جوب، برافو عمر. فرانكلين فاشن مع الكرة بيعدي نص الملعب لنيمة، لفرانكلين مرة تانية، لستوفر، ثلاثية من ستوفر قصيرة، استحوذ عليها عمر، 6 ثواني على 24 ثانية متبقي، ثلاثية من سيشن يوفق فرانكلين، سيشن يحرز ثلاثية، تقدم نادي الغرافة 5-2 بعد مضي دقيقة أو 30 ثانية. طلع ماسكو عمر مان تو مان، بيجرام لخالد في الانسايد، نايس باس هارد لوك، يخطفها نديم، فرانكلين سيشن لستوفر على 3 بوينت بنتريشن لنيما، انسايد هوك شوت، جود فولو من نديم، جود فولو رائع من نديم. طالع بيعدي نص الملعب لخالد سليمان، انسايد بلاي، نايس موف هارد لوك، جود ديفنس من ويليام، لكن ريباوند من كورتني بيجرام، سي بي لاعب رقم 11 كورتني بيجرام، والكولم او هنسميه سي بي، ثلاثيه من ستوفر استحوذ عليها ويليام لاعب نادي العربي لسي بي لعمر لخالد، لكن اوتسايد اعتقد لصالح النادي العربي، من البيز لاين
خالد لاعب رقم 22 من نادي العربي، لعمر، لتالا، لخالد ثلاثية من خالد قصيرة، استحوذ عليها، خدها نديم، فاست بريك برا لفرانكلين سيشن، جايله نيما هاي سكرين، بول هاندلنج رائع من فرانكلين، كيك اوت لنديم، بنتريشن من نديم، فاول مظبوط، حكم فلادا يصفر فاول، خطا شخصي مظبوط على اللاعب رقم 11 من نادي العربي سي بي بيجرام، كورتني بيجرام، يحرز نديم الرمية الحرة الأولى، يوفق في الثانية، 9-4، سي بي يعدي نص الملعب لويليام، ثلاثية من ويليام، فاول على ستوفر، اعتقد يستوجب ثلاث رميات حرة، ثلاث رميات حرة من خارج القوس، يوفق في إحراز الأولى، والثانية ويوفق في الثالثة، الفرق يضيق 9، الغرافة 7 العربي، كرة انسايد لنيما، هوك شوت، برافو نيما، لعيب ممتاز، كرة انسايد لعمر، ميديم شوت لكن يعمل كيك اوت لسي بي، انسايد جود باس لخالد، عمر تاني، باسكت لصالح نادي العربي، 11 الغرافة، 9 العربي، متبقي 5 دقائق 45 ثانية على أحداث الفترة الأولى، فرانكلين سيشن بيعدي نص الملعب، كيك اوت لعمر، لستوفر، فيد اواي من ستوفر، لا يوفق، يستحوذ عليها خالد سليمان لاعب نادي العربي منتخب القطري، لاعب مخضرم، بيعدي ثلاثية من خالد، لكن نايس باس على الانسايد، هوك شوت لكن لا يوفق، ويليام يستحوذ عليها نديم لفرانكلين، فاست بريك لستوفر، ثلاثية يوفق ستوفر، جود شوت جود اسيست، 14 الغرافة، 9 العربي، نادي الغرافة بيأدي مباريات من وجهة نظري ممتازة ورائعة في ظل الغياب لاعبين كتير رحلوا عنه، واللاعب عبد الرحمن سعد الإصابة، بنتريشن كيك اوت سي بي، نايس باس لويليام، جود بنتريشن من ويليام، جود اسيست من سي بي، كورتني بيجرام، عمر لنديم، لستوفر لفرانكلين، ستوفر لعمر، ثلاثية من عمر، هارد لاك قصيرة، ويليام استحوذ على الكورة، فاست بريك اول ذا واي، لكن فاول على نيما، أربعتاشر الغرافة، 11 العربي، 4 دقائق 8 ثواني متبقي على أحداث الفترة الأولى، يوفق نيما، يوفق عفوا ويليام، خطأ الشخصي على نيما الأول، يوفق في إحراز الثانية،
14 13 فرق نقطة تقدم الغرافة. فرانكلين جايله نديم سكرين لعمر، نايس باس على البوست، هايل هايل عمر، نايس باس لنديم، ايزي لياب ديفنس من عمر على تالا لويليام لعمر، ثلاثية من عمر، ريباوند من نديم، ياخدها فرانكلين سيشن بيعدي نص الملعب، all the way من فرانكلين كيك اوت، لكن جود ديفنس من ويليام. ويليام بيرد لاعب رقم 15 اوتسايد لنيما لفرانكلين، فرانكلين جود بنتريشن جود ديفنس من ويليام، كره ياخدها سي بي، فاست بريك لخالد، فاول على فورسنج، فورسن على خالد، قرار سليم 100%. جود ديفنس من عمر، عمر ناصر ديفنس هايل، عارف ياخد تشارج، فرانكلين سيشن بيعدي نص الملعب، سكرين من نديم السايد لعمر، فرانكلين مرة تانية، سكرين من نديم انسايد لنيمة، نايس باس لعمر، ثلاثية ثنائية من عمر، برافو نادي الغرافة بيعمل بول روتيشن رائع، 18 الغرافة 13 العربي، مباراة رائعة وممتعة جدا. ويليام على هاي بوست لسي بي، انسايد لخالد معاه نديم لعمر، ستوفر ديفنس، ريباوند فرانكلين لستوفر، بنتريشن لكن لا يوفق، ستوفر مرة تانية، فرانكلين انسايد لنيمة بيقطع فرانكلين، هيلعب واحد على واحد وان اون وان، برافو نيمة، هوك شوت، فوت ورك رائع من نيمة، تايم اوت تايم اوت يطلبه كابتن حاتم. طبعا تقدم نادي الغرافة 20-13، متبقي دقيقتين وعشر ثواني على الفترة الأولى، طبعا كابتن حاتم مش عايز الفارق يوسع، وعايز يلحق يضيق الفارق، هنشوف مع بعض مدربين هيقولوا ايه لاعبتهم. كابتن حاتم مملوك، تايم اوت في وقت ممتاز، يا ترى هيعمل بريس فول كورت، هيغير من دفاعاته، هو ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. كابتن قصاي يا ترى بيقول ايه لاعبته في التايم اوت ده. طبعا كابتن قصاي زي ما قلت لحضراتكم يعني في موقف صعب شويه نتيجه رحيل مالك سليم لنادي الوكره، عماره نادي الشمال راح لنادي الشمال، غياب خالد واصابه عبد الرحمن سعد، طبعا كان الله في عونه، والنتائج اللي بيأديها اعتقد انها نتائج ممتازه في ظل الامكانيات المتاحه، وده ان دل على شيء يدل على ان في شغل مدربين عالي جدا من قبل كابتن قصاي حاتم وكابتن ياسر عبد الوهاب. الهارموني او التجانس بين المدربين والمدير الفني والمدرب مهم جدا، وده اللي ممتاز بيه نادي الغرافه. سي بي مع الكوره لعمر لخالد، رجع نادي الغرافه زون ديفنس، ثلاثيه لا يوفق من تالا، فرانكلين بيعدي نص الملعب، جاي له سكرين، فرانكلين بنتريشن لنديم، كيك اوت لستوفر، ثلاثيه لا يوفق نادي نيمة، ريباوند رائع من نيمة، جود دي جود هاسل من نيمة، برافو نيمة، رمي ريباوند، نيمة لعيب
منتقل من نادي الاهلي، لعيب صربي مواليد 92، 26 سنه، طول 2 متر 19 ووزنه 107، نموذج للاعب كره السله، فوت ورك عنده كويس، سنسه عالي على الباسكت، لعيب لسه صغير يوفق في احراز الرميه الحره الاولى. خبراته، ابتدى مسيرته الاحترافيه 2007، لعب في الدوري البلجيكي والصربي والمقدوني والاتفاق السعودي، مسيره معقوله رائعه. يوفق في احراز الرميه الحره الثانيه، 22 الغرافه 13، يا ترى الفارق هيوسع؟ هنشوف نتائج الفرقتين في اول توقف. تعالى لسي بي، ثلاثيه من سي بي، اوه ثلاثيه جميله من سي بي، لانها كان قدامه نيما في الديفنس ويقدر يسجل فرانكلين كيك اوت لعمر، عمر بنتريشن لنديم، فاضل 5 ثواني، نديم لفتوفر، ثلاثة، هيلعب على الباسكت، بازر شوت، خلاص انتهت الأحداث 24 ثانية، زمن الهجمة، سي بي بيعدي نص الملعب لعمر، لخالد، فيك، ميديم شوت، هارد لوك، فرانكلين سيشن فاست بريك، يهدى يطلع بره يهدي الملعب شويه، جاي له نيما سكرين، ميديم شوت من سيشن، ريباوند رائع من نيما، تيب جميل، كان في ميس ماتش في السكرين اللي جه نيما، لكن فرانكلين شوت ونيما عمل تيب ريباوند، 10 ثواني متبقيه على الفتره الاولى، 24-15 فرق 9 نقاط، مباراه سريعه ورائعه. عمر ميديم شوت هارد، ممتاز ممتاز من عمر، يحرز نقطه، نيما يعني سرح شويه في الديفنس ده، طبعا كابتن قصي عنده حق لانه باسكت غريب شويه، زي ما قلت لحضراتكم لاعب نيما لعيب صغير، ابتدى المسيره في الدوري الصربي ثم انتقل للمقدوني والبلجيكي والسعودي وحاليا بالدوري القطري. العام الماضي او الموسم الماضي كان مع النادي الاهلي، وحاليا مع نادي الغرافه. فرانكلين سيشن لاعب رقم 3 من نادي الغرافة، لاعب أمريكي مواليد 98، 29 سنة، طوله 188، جوردن هاي سكول، LA لوس أنجلوس كاليفورنيا، ابتدى مسيرته الاحترافية في 2011، لاعب في ساوث باي ليكرز NBA جي ليج، وانتقل بعدها إلى ايلاند ستورم في كندا، وحاليا مع نادي الغرافة. نادي الغرافة ايضا نيكولاس ستوفر، لعيب متميز، معدله في المباريات في التسجيل مرتفع جدا وممتاز، الثلاث لعيبة ممتازين حتى الآن. وفرانكلين سيشن 3 نقاط حتى الآن. لعيبة المحترفين في النادي العربي، سي بي أو كورتني بيجرام 4 نقاط، ويليام 7 نقاط، هنشوف مع بعض الفترة الثانية. فرانكلين لنديم، انسا بنتريشن رائع من نديم، هارد لك،
تيب تيب لكن لا يوفق. ساعد عليها تالا سي بي لخالد خالد لكن باسة غير موفقة. فرانكلين لنديم لفرانكلين مرة تانية بيعدي نص الملعب نديم نادي العربي بيلعب مان تو مان انسايد لنيمة جاي له دبل تيم من نادي العربي لعمر ميديم شوت من عمر حلوة عمر ممتاز برافو عمر برافو عمر. ناصر لاعب نادي الغرافة خالد سليمان لعمر هيلعب 1 ان 1 لكن ديفنس من نيمة نيكولاس توفر لنديم لستوفر مرة ثانية لفرانكلين ثلاثية رائعة فرانكلين يوسع الفارق 29-17 فرق 12 نقطة مباراة ماشية لصالح نادي الغرافة. سي بي فاول على ويليام اوتسايد لصالح نادي الغرافه من السايد لاين فرانكلين بيعدي نص الملعب ستوفر ثلاثيه من ستوفر يستحوذ عليها ياخدها تاني فرانكلين لنيمة انسايد يلعب 1 1 ولا يباصي كيك اوت للاعب رقم 10 لاسلان اللي نزل لاعب نادي الغرافه ثلاثيه من فرانكلين ريباوند من خالد لسي بي اول ذا واي نايس باس لعمر الحاج نزل لاعب رقم 13 رسلان نزل لاعب شباب نادي الغرافة الحاج نزل عمل ستيل وجاب باسكت هاي الفرانكلين بيعدي نص الملعب all the way من فرانكلين بنتريشن رائع من فرانكلين all the way فرانكلين 31-19 تقدم نادي الغرافة سي بي مع الكورة اللاعب رقم 11 للحاج انسايد لعمر جود ديفنس من نديم هاي لنديم نديم بيعمل ديفنس رائع من الفترة المباريات اللي فاتت دايما تلاقي نديم نازل من الويك سايد بيعمل هيلب او من المكان اللي ما فيهوش ناحية الكرة وبيعمل ديفنس رائع وده اكيد متمرنين عليها كابتن أنا نادي الغرافة اوتسايد من البيز لاين لصالح نادي العربي خالد سليمان لعمر للسي بي انسايد لعمر على الهاي بوست لحاج جود ديفنس من ستوفرز مع نديم فاست بريك فرانكلين ثلاثيه من فرانكلين يوفق في احرازها فرانكلين يوسع الفارق 34-19 الحاج ستيل ديفنس رائع من رسلان فرانكلين فاست بريك فاول فاول على ويليام نادي الغرافة بيأدي مباراة رائعة بيأدي مباراة رائعة تايم اوت اعتقد لصالح كابتن حاتم طبعا لعبته في حالة
عدم تركيز. تقدم نادي الغرافة 34-19. فرق 15 نقطة، فرق كبير. نادي العربي زي ما حضراتكم عارفين بطل الدوري الموسم الماضي وبطل كاس الأمير، أدى سيزون رائع الموسم الماضي بقيادة كابتن حاتم مملوك وكابتن خلدون مدرب مع كابتن حاتم، استقرار فني وإداري من النادي العربي. صراحة الناديين عندهم استقرار فني، وده زي ما قلت حضراتكم بيبقى له تأثير إيجابي على الفرقتين. كابتن حاتم من المدربين المتميزين، إحرازه لبطولتين السنة اللي فاتت تدل على إنه مدرب متميز ومدير فني متميز. طبعا بيحصل أي دروب لأي فريق، البطل ممكن بيحصل له دروب، لكن المهم إنه يرجع تاني. وهنشوف لسه بدري على المباراة 34-19، وتبقي 6 دقايق 38 ثانية على أحداث الفترة الثانية، لسه بدري جدا. 15 نقطة في عالم كرة السلة يتجابوا في دقيقتين. تو شوتس، رميتين حرتين لفرانكلين سيشن يوفق في احرازها. يوفق، لا يوفق في احراز الثانيه، استحوذ عليها عمر لسي بي لويليام. نادي الغرافه بيلعب زون ديفنس، كروس اوفر، فاول على سي بي. نزل اللاعب رقم 25 من النادي العربي خالد محمد رشدي. فرانكلين سيشن فاول. استوجب رميتين، خطأ متعمد حسب الحكم على خالد محمد، يحرز الرمية الحرة الثانية. استحواذ لصالح نادي الغرافة. أوتسايد نيمة، ستوفر، ستيل رائع من الحج. سي بي بيعدي للحج للسي بي مرة تانية. ميديم شوت، هارد لوك، عمر يستحوذ عليها، ريباوند، جود ديفنس من نيمة لستوفر. نيمة لستوفر، ستيل من سي بي، نايس باس لويليام، جود شوت، برافو ويليام. تايم اوت لصالح نادي الغرافة. طبعا كابتن قصي يهمه ان السكور يفضل، او فارق السكور يفضل زي ما هو. حتى الآن تقدم الغرافة 73، العربي 21، 16 نقطة فرق. متبقي 5 دقائق 43 ثانية على أحداث الفترة الثانية. نيما اللاعب رقم 18 زي ما قلت حضراتكم. نيمانجا بيزوفيتش زي ما قلت لحضراتكم 2 متر 18. لاعب نادي العربي السابق. رسلان لاعب من شباب نادي الغرافة. الجميل الدفع بالناشئين والشباب، وده بيقوم به كابتن قصي حاتم. عنده لاعب رقم 11 أسامة، برضو عاصم، أنا آسف، لاعب رقم 9 عاصم من الشباب، ولاعب رقم 10 رسلان. حاليا رسلان في الملعب، لاعب
متميز. فرانكلين بيعدي نص الملعب. نديم لفرانكلين مرة تانية، هاند اوف لنيمة. فرانكلين والديفنس من النادي العربي. بنتريشن رائع، كيك اوت لرسلان، ميديم شوت، هارد لوك تيب لكن اوتسايد لصالح نادي الغرافة. من بيز لاين فرانكلين لنيمة، يلعب واحد على واحد، 1 اون 1. ستيل الحاج لعمر، الحاج علي صالح لاعب رقم 13 نزل عمل تغيير في اداء نادي العربي. الحاج ديفنس لنيمة مع الكرة للستافر، بنتريشن من الستافر، بيلعب 1 اون 1 ميديم شوت لا يوفق. فرانكلين اوفنسيف ريباوند رائع من فرانكلين، ثلاثيه من فرانكلين لكن قصيره، يستعرض عليها سي بي. قلت لحضراتكم المباراه لسه بدري. سي بي لويليام، بنتريشن من ويليام، سبين موف رائع من ويليام، يقلص الفارق ل 14 نقطة، 37 23، 4 دقايق 28 ثانية متبقية على أحداث الفترة الثانية والشوط الأول. فرانكلين بيعدي نص الملعب لنيمة، انسايد لستوفر لكن جود ديفنس. محمد لي أب لكن ديفنس رائع من فرانكلين. خالد محمد يضيع الكرة بديفنس رائع من فرانكلين. فرانكلين لستوفر لنديم، ثلاثية من نديم، هارد لوك قصيرة، استعود عليها نديم تاني، بيهدي الملعب نادي العربي. مان تو مان فرانكلين، ثلاثية من فرانكلين لكن هارد لوك. عمر مع الكرة لويليام، ثلاثية من سي بي لا يوفق، ستوفر يلمها مع فرانكلين. فرانكلين مع كرة لسه لنديم، لفرانكلين مرة ثانية، لرسلان، 9 ثواني على 24 ثانية. ستوفر ميديم شوت، بازر شوت، جود هاسل من رسلان، اوتسايد، برافو رسلان، اوفنسيف ريباوند رائع. متبقي 3 دقائق 5 ثواني على الفترة الثانية. اوتسايد البيس لاين، يكدد عليها زمن ال 24 ال 14 ثانية. زي ما حضراتكم عارفين الهجمة 24 ثانية، لكن في حالة استحواذ الفريق على الكورة مرة أخرى من الاوفنسيف ريباوند لا تجدد ال 64 ولكن يجدد فقط 14 ثانية. نديم نزل لاعب أسامة، لاعب رقم 11 من نادي الغرافة. ميديم شوت من ستوفر لا يوفق، يلمها أسامة، برافو، هارد لوك. خالد لاعب نادي العربي بيعدي لعمر، بنتريشن للحاج لكن كرة أوتسايد لصالح نادي العربي. أوتسايد من البيز لاين. أوتسايد لعمر، ثلاثية من سي بي لكن لا يوفق. ريباوند من الحاج، حاج نزل عمل مباراة هايلة. الحاج علي صالح لاعب رقم 13 من النادي العربي، أحرز 6 نقاط حتى الآن. ستوفر بنتريشن من ستوفر لكن يستعود عليها ويليام، فاست بريك، سي بي
للحاج ميديام شوت هارد لوك فرانكلين بيهدي الملعب دقيقتين متبقي شايف خالد سليمان على هيغير فرانكلين بنتريشن من فرانكلين لكن فاول اسامه نزل مكان نيمة بيريحوا شويه كابتن وصاي حاتم ونازل اهو على طول هيجيب سافر ونزل لاعب احمد لاعب رقم صفر من نادي الغرافه اسامه لفرانكلين انسايد لنيمة فاول على عمر حكم بينظر لعيبه البدلاء لعدم الاعتراض فيها بوش اعتقد فيها بوش من عمر او دفعه بسيطه لنيمة 37 25 الخطا الشخصي الاول على عمر عمر سك رميتين حرتين لنيمة يوفق باحراز الاولى لا يوفق في الثانية تعود على عمر سك لسي بي سي بي لعمر على الهاي بوست بنتريشن لكن ياخدها ويليام للحاج انسايد فاول اعتقد فاول على اسامة اوتسايد من البيز لاين دقيقة 27 ثانية على احداث الفترة الثانية والشوط الأول تقدم الغرافة فرق 13 نقطة 38 25 ويليام مع الكورة بنتريشن من ويليام للحاج نايس ريباوند من عمر سيك لكن تضيع ياخدها نديم لفرانكلين لأسامة بيوفق نيمة يستحوذ عليها فاول كاونت اند ون مور برافو نيمة رائع نيمة اوفنسيف ريباوند ويتعمل عليه فاول خطأ شخصي ويحرز كورة خطأ شخصي على خالد سليمان يوسع الفارق 38 25 ويوفق في الاحراز الثانية 42 25 41 25 اسف 57 ثانية على احداث الفترة الثانية خالد سليمان لعمر عمر ميديم شوت لا يوفق يستحوذ عليها خالد سليمان فاول على نيمة يا ترى نادي الغرافة هيقدر يفوز بهذه المباراة خطأ الشخص الثاني على نيمة متبقي 47 ثانية على احداث الفترة الثانية والصوت الأول سي بي من البيز لاين للحق لعمر سيك لويليام السي بي مرة ثانية بنتريشن نايس موف نايس باس نايس باس من سي بي لعمر بيك اند رول جميل زي ما حضراتكم عارفين بيك اند رول اللي بيتابعنا هو سكرين او اللاعب بيجيله سكرين او ستار من زميله على الخصم الدفاعي بيعمل سكرين يعطله وياخد هو السبين او يعمل يلف هو عشان يستلم الكرة هو ده اللي حصل بنسميه بيك اند رول مع
معلش لازم نوضح للساده المشاهدين اللي بيتابعوا كره السله ولم يمارسوها، نادي الغرافه بيأدي مباراه رائعه، متقدم حتى الان 41. يا ترى كابتن حاتم بيقول ايه لعيبته عشان يرجع تاني للمباراه؟ نادي العربي هيلعب بريس في الكورت. قلت حضراتكم مباراه بس مش باللعيبه، لا ده بين المدربين. بريس في الكورت، فرانكلين بيعدي نص الملعب، دبل تيمينج من نادي العربي لاسامه لنديم، ثلاثيه من نديم، ايزي شوت واوبن شوت من نديم لوحده تماما بدون رقابة. 10 ثواني متبقي، 9. خالد بيعدي ثلاثية من خالد سليمان، يوفق خالد في إحراز ثلاثية مع نهاية أحداث الشوط الأول. تقدم نادي الغرافة 44-30. أعزائي المشاهدين، برغم تفوق نادي الغرافة بفرق 14 نقطة إلا أنها حتى الآن فإنها مباراة رائعة وحماسية. أعتقد أن الشوط الثاني هنشوف تغييرات في أداء العربي. يا ترى هيلحق، هيعرف نادي العربي يضيق الفارق ولا هيعمل إيه؟ هو ده اللي هنشوفه مع بعض. أعزائي المشاهدين، أترككم في رعاية الله وألقاكم إن شاء الله مع بداية أحداث الفترة الثالثة والشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. عدنا لحضراتكم مرة تانية مع بداية أحداث الشوط الثاني والفترة الثالثة. زي ما قلت لحضراتكم، انتهت أحداث الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم نادي الغرافة 44-30. من وجهة نظري فرق سكور كبير قوي وأداء متذبذب من نادي العربي. يا ترى هل هيقدر نادي العربي يرجع للمباراة مرة تانية؟ لسه بدري. كرة مع سي بي، لاعب بوينت جارد لنادي العربي، انسايد لويليام، موف دبل تيم رائع من نادي الغرافة مع باس لخالد سليمان، جاي له عمر سيك على السكرين، ثلاثية من خالد لا يوفق فرانكلين سيشن لنديم لستافر فرانكلين. نادي الغرافة ابتدى بالستارتنج فايف اللي ابتدى بيهم المباراة، ابتدى بيهم الكورتر الثالث. ستافر لنديم، ثلاثية من نديم ألون، لكن يستحوذ عليها خالد سليمان لسي بي، ثلاثية من سي بي لا يوفق، ريباوند من الحاج، أدي مباراة رائعة الحاج علي صالح حتى الآن. ستافر بيعدي نص الملعب، سكرين من نديم، نيما فرانكلين جاي له سكرين، فرانكلين نايس باس لنديم، لكن انتهى احداث اربعه الزمن ال 24 ثانيه. سي بي فاست بريك اول ذا واي، سي بي رائع، ليب جميل من سي بي. قلت لحضراتكم المباراة لسه بدري، 44-34، 8 دقائق متبقي 27 ثانية على أحداث الفترة الثالثة. فرانكلين سيشن لنيما لستافر، ثلاثية من ستافر لا يوفق، يستعود عليها الحج، باس لخالد لسي بي، بنتريشن أول ذا واي برضه. أعتقد نادي العربي بدأ يدخل في أجواء المباراة، فرق 8 نقاط. أعتقد أن لو نادي الغرافة ما جابش باسكت والعربي سجل، كابتن قصاي هياخد تايم أوت. أعتقد عمر معاك كورة، نايس باس إنسايد لنديم، نايس باس رائع، أسيست رائع من نديم لستوفر، يوسع الفرق مرة ثانية ل 10 نقاط. سي بي مع مان تو مان من عمر، لسه مع ميديم شوت من سي بي، اير بول ياخدها ويليام لخالد سليمان، 11 ثانية على ال 24. نيما ديفنس مع خالد، خالد ثلاثية وسيارة، فرانكلين ياخدها يطلع بيها نص الملعب لنديم لستوفر، نايس باس في الانسايد لويليام، نايس باس لستوفر لكن ستيل من ويليام، فاست بريك للحاج، ايزي لياب يوفق في احرازها الحاج، نزل ادى مباراه رائعه حتى الان. بدايه الفارق لثمان نقاط 46-38. نيما في الانسايد لياب، هوك شوت فاول، كاونت اند وان مور، برافو نيما، لعيب صغير 26 سنه احرز حتى الان 14 نقطه. من وجهة نظري مقدم مباراة ممتازة. نيمة رمية الحرة الإضافية لا يوفق بإحرازها، يستحوذ عليها عمر فيك لخالد سليمان، سكرين من عمر، سكرين مرة ثانية، ويليام بنتريشن من ويليام، ديفنس من نادي الغرافة، كيك اوت الحاج ثلاثية، جود فولو من ويليام رائع من ويليام، 48-40، 8 نقاط 6 دقائق 10 ثواني متبقي على احداث الفترة الثالثة. فرانكلين ديفنس لكن يعلي كورة ياخدها ويليام، ويليام للسي بي، كات رائع من عمر لكن اوتسايد
لصالح نادي الغرافة. نادي العربي بيرجع لأجواء المباراة. ستوفر لفرانكلين. ستوفر لنديم. نديم لويل نيما لنديم مرة ثانية. ثلاثية من نديم وسيارة ياخدها عمر لسيبي. بنتريشن رائع من سيبي لكن استحوذ عليها نيما. فاست بريك ستوفر لفرانكلين لنيما فاول. اوه ترافل ترافل على نيما. قرار حكم سليم. اوتسايد من السايد لاين. سي بي بيعدي نص الملعب. انسايد لويليام. نايس باس لعمر. هاي لعمر ميديم شوت. خمس دقايق 10 ثواني نزل الفارق لست نقاط. قلت لحضراتكم نادي العربي مش هيستسلم. فرانكلين بنتريشن كيك اوت لعمر لنديم ثلاثيه من الهاي بوست وسياره وسياره عمر لخالد لسي بي راي. كات رائع كات رائع. اعزائي المشاهدين مباراه حماسيه وممتازه. قدر نادي العربي في خمس دقائق انه يقلص الفارق لاربع نقاط 48 44. يا ترى هنشوف كابتن قصي هيقول ايه لفرقه اللي لعبته وفرقته اللي حصل دروب في الاداء لنادي الغرافه. عدم تركيز من لاعبي نادي الغرافه في خمس دقائق. نادي العربي بيخلص الفارق الى اربع نقاط فقط. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة للفرقتين. نادي العربي حتى الآن عنده 8 نقاط. نادي الغرافة 7 نقاط. نادي الغرافة لعب 5 مباريات خسر في 3 ولكن أداء نادي الغرافة بيتحسن من مباراة لأخرى. في ظل الإمكانيات المتاحة هيعود أعتقد شوية بشوية لأجواء المباريات والدوري. نادي العربي خسر مباريتين من نادي الشمال ونادي السد. طبعا نادي العربي بطل الدوري. نادي يمتلك مدير فني ومدرب على أعلى مستوى ولاعيبة على أعلى مستوى. نزل اللاعب رقم 10 رسلان من نادي الغرافة. نادي العربي بيلعب مان تو مان. فاصة مقطوعة ياخدها ويليام مع سي بي. ديفنس ممتاز من النادي العربي. سكرين مع سي بي انسايد لويليام. ديفنس رائع من نيما وريباوند من فرانكلين. اول ذا واي من فرانكلين. ايزي لياب يوفق في احرازها. اول ذا واي يوسع الفارق 50 44 6 نقاط. سي بي بيعدي نص الملعب. لسه بدري على المباراة مش هنقدر نقول مين يكسب. حاج لخالد لسي بي لويليام. ميديم شوت من ويليام ما تجيش. ياخدها فرانكلين لستوفر. باس بريك رسلان فورسينج على ستوفر. فورسينج على ستوفر. خطأ الشخص الثاني على ستوفر. سي بي بيعدي نص الملعب. نادي الغرافة بيلعب زون ديفنس. ويليام بنتريشن من بيز لاين. لي اب رائع من ويليام. 50 46
فرانكلين بيعدي نص الملعب اربع نقاط. قلت لحضراتكم مباراه بين مديرين فنيين على اعلى مستوى. نديم نيمة نديم فرانكلين انسايد لنيمة ميديم شوت. برافو نيمة، لعيب السنتر اللي عنده فوت وورك وميديم شوت، لعيب بيبقى محترم جدا وممتاز جدا. الحاج صالح ثلاثيه، الحاج صالح عمل فرق من وجهه نظري في اداء نادي العربي. نزل ادى روح ومعنويات لنادي العربي. 52 49 ثلاث نقاط فرق. قد ايه كره السله لعبه ممتعه. فرانكلين بنتريشن من فرانكلين لناديم، ثلاث ثواني. فرانكلين ثلاثيه بدر شوت تضيع. عربي مع الكوره، ويليام فاست بريك كيك اوت لسي بي، ثلاثيه لكن بنتريشن ميديم شوت، يستحوذ عليها ويليام. عمر 6 ثلاثيه من عمر لكن ياخدها رسلان. فاست بريك يهدي الملعب، يهدي اللعب. رسلان لنديم، هاند اوف لستوفر، بنتريشن من ستوفر رائع، لياب ايزي لياب هايل، بنتريشن رائع من ستوفر. فاست بريك ستيل من فرانكلين، كيك اوت لستوفر، بنتريشن من ستوفر لنديم، نديم رسلان ثلاثيه. رسلان هارد لك. نيمة تجدد 14 ثانيه انسايد، فيك رائع من رسلان. هارد لك، معلش يا رسلان، لعيب لسه صغير. عمر سيك الحاج صالح ايزي لياب، الف سلامه. سي بي لاعب محترف نادي العربي، لاعب امريكي الجنسيه، مواليد 85 33 سنه، لعيب كويس. احرز 8 نقاط حتى الان، 185 بوينت جارد. ابتدى مسيرته الاحترافيه سنه 2009، لعب في الدوري الاسباني والامريكي والالماني، لعب في نادي الهلال برضو السعودي، النادي العربي موسم 2014 2015. فرانكلين لاسامه اللي نزل انسايد لنيمة، يعمل كيك اوت لنديم. بنتريشن فيك رائع من نديم ولياب. هارد لك، هارد لك. فاست بريك ايزي الحاج صالح لكن تطلع منه، ما يقدرش يستحوذ عليها. نزل اللاعب تالا مكان سي بي، يا ترى هيشارك مره ثانيه ولا لا؟ هنشوف. دقيقه 10 ثواني على احداث الفتره الثالثه. فرانكلين سيشن، بول هاندينج رائع من فرانكلين، هوك شوت ما تجيش، استحوذ عليها مره ثانيه. فرانكلين ايزي هارد لوك، نيمة ياخدها. نيمة كيك اوت لفرانكلين، بيلعب على 14 ثانيه دلوقتي. فرانكلين جاي له سكرين من نيمة، بنتريشن سبين رائع من نيمة من فرانكلين، لكن الكوره لاسامه لفرانكلين مره ثانيه، لكن حكم حسب خطا شخصي استوجب رميتين حرتين، او لا سوري اوتسايد، على اللاعب تالا لاعب نادي العربي. 32 ثانيه متبقيه على احداث الفتره الثالثه، 54 51، مباراه رائعه. نيمة لنديم لفرانكلين ساشن ستوفر، 6 ثواني على 14 ثانيه، 3 خلاص هيشوت ستوفر بازر شوت لكن يستحوذ عليها نادي الغرافه، لكن اوتسايد لصالح نادي العربي. مهم قوي الهجمه دي لنادي العربي انه يسجل، متبقي 14 ثانيه على الفتره الثالثه. كابتن حاتم بيقول اوبن، بيقول اللعيبه افتحوا، غالبا خالد هيلعب 1 اون 1، هيجي له هاي سكرين من عمر سيك، بنتريشن من خالد، كيك اوت لكن اوتسايد، اوتسايد. ثانيتين
على احداث الفتره الثالثه. لكن انتهت احداث الفتره الثالثه بتقدم نادي الغراف 54-51 مباراه رائعه. يا ترى المدربين هيقولوا ايه؟ خلينا نشوف مع بعض احداث الفتره الرابعه والاخيره ايه اللي هيحصل فيها، ونسمع ونشوف مدربين هيقولوا ايه لاعبتهم. قلت لحضراتكم المباراة لسه بدري. نراجع مع بعض، نقول لحضراتكم ترتيب الفرق. نادي الشمال نادي السد الأول بعشر نقاط، نادي قطر حتى الآن برضو عشر نقاط، الاسبوع ده نتائج بعد الاسبوع بعد انتهاء الاسبوع السادس. نادي الشمال تسع نقاط، نادي الوكره ونادي العربي ثمان نقاط، ونادي الغرافه سبعه مع نادي الخور والنادي الاهلي سبعه، الريان في المركز الاخير ست نقاط. نادي العربي قدر في الكوارتر الثالث انه يقلص ال 14 نقطة الفارق لثلاث نقاط. زي ما قلت لحضراتكم مباراة بين مدربين ومديرين فنيين على اعلى مستوى. انا بقول لحضراتكم مش هنعرف مين اللي هيكسب هذه المباراة الا مع صفارة الحكم وانتهاء الشوط الكوارتر الرابع والشوط الثاني. زي ما قلت حضراتكم الحاج صالح من النادي العربي احرز 13 نقطة، سي بي او كورتني بيجرام 8 نقاط حتى الان، عمر سك 10، ويليام 15، ده معدل نادي العربي. الغرافة فرانكلين ساشن لعيب ممتاز 16 نقطة. زي ما قلت لحضراتكم لاعب في ساوث باي ليكرز ام بي اي جي ليج، نيما 18 نقطة، ونيكولاس توفر 7، ده نديم 9، دول سكور نادي الغرافة. ابتدت الفترة الرابعة، فرانكلين لستوفر، نادي العربي بيلعب مان تو مان، فرانكلين مرة تانية، بنتريشن من فرانكلين لنيما، ميديوم شوت من نيما لا يوفق، تحوت عليها سي بي اللي نزل مره ثانيه، لخالد سليمان، للحاج صالح، ايه هايل خالد سليمان، فولو رائع يخلص الفرق لفرق نقطه واحده. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فرانكلين لاسامه، نديم، فرانكلين ثلاثية يستحوذ عليها عمر سك، لاعب نادي العربي خالد سليمان، ثلاثية من خالد، هل يكون أول تقدم لنادي العربي؟ أول تقدم لنادي العربي، أول تقدم لنادي العربي بعد مرور 32 دقيقة في الكوارتر الرابع 56-54 من بداية المباراة، والنادي الغرافة متقدم. فرانكلين بيعدي، فاول على الحاج صالح، قد ايه الباسكت بول ممتع، الواحد ما بيبقاش عارف مين اللي هيكسب. 14 نقطة انتهت الفترة الثانية، ودلوقتي تقدم نادي العربي فرق باسكت نقطتين. يا
يضيع فرانك الرمية الحرة الأولى ويسجل الثانية، فرق نقطة تقدم نادي العربي. خالد سليمان لعمر لخالد مرة ثانية، لعيب خبرة خالد لعمر، ميديان شوت من عمر يوفق في إحرازها. ثمانية وخمسين، ستة وخمسين، سبعة أعتقد، ثمانية وخمسين، خمسة وخمسين. فرانكلين لنديم، ثلاثية من نديم لكن لا يوفق. خالد سليمان بنتريشن أول ذا واي، يوفق في إحرازها. كومباك رائع من نادي العربي، بنطلق عليه سموث كومباك أو كومباك سلس. 60-55 فرانكلين سيشن بنتريشن لكن فاول. في اعتقد كابتن حاتم بيتكلم مع الطاوله حكام الترابيزه ان السكور 60، مفروض اعتقد 60-55 اعتقد. ولكن سكور اتصلح زي ما قلت لحضراتكم، فرق خمس نقاط تقدم النادي العربي، احرزها فرانكلين، فرق اربع نقاط الان. يوفق لا يوفق في احرزها. عمر لسي بي بنتريشن لكن يهدي. خالد سليمان بنتريشن من البيس لاين، جود ديفنس من اسامه ويليام، نايس باس من خالد سليمان من ويليام، قطع من الهاي بوست يوسع الفارق. 62-56 تقدم نادي العربي، فارق ست نقاط. نيمو نيما لاسامه لفرانكلين، خبره نادي العربي قدرت انها تعوض الفارق. نديم ميديم شوت لكن لا يوفق. كومباك رائع من نادي العربي. تايم اوت لصالح كابتن حاتم، عودة مرة أخرى لأجواء المباراة نادي العربي. أرجع أفكر حضراتكم من بداية اللقاء ونادي الغرافة كان عامل أو عامل حق يقال، هو مش كان عامل، هو عامل جود جيم، متقدم من بداية المباراة بعد خمس دقايق 14-9 مع نهاية الفترة الأولى 24-17، فرق سبع نقاط لنادي الغرافة. بداية الفترة الثانية استمر نادي الغرافة في التقدم، مع مرور خمس دقايق من الفترة الثانية 37-21، فرق 16 نقطة، وأنهى الشوط الأول والفترة الثانية فرق 14 نقطة. مع بداية الفترة الثالثة بدأ نادي العربي يعود إلى المباراة، وكان بعد مرور خمس دقائق تقدم نادي الغرافة فرق ست نقاط 48-42. مع نهاية الفترة الثالثة انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم نادي الغرافة 54-51، فرق ثلاث نقاط، يعني ست دقائق بعد خمس دقائق بقى السكور ست نقاط فرق للغرافة، ومرور خمس دقائق أبي متقدم 62-56. زي ما قلت لحضراتكم مدير فني رائع كابتن حاتم مملوك. خالد سليمان، عمر سجا يلبين
دبل تيم رائع من نادي الغرافة سي بي للحاج صالح اللي مؤدي مباراة رائعة. ريفيرس رائع من الحاج صالح. رائع الحاج صالح. نزل لاعب أحمد من نادي الغرافة لاعب رقم 0. ستوفر مع الكورة. ستيل لكن نديم هينزل تاني مكان نيمة. والمباراة من بدايتها مع نزول الحاج صالح بدأ نادي الوقت العربي يعود إلى أجواء بدون عنوان. بدون عنوان كابتن قصي مش عارف طبعا يعمل يقول لهم ايه. أكيد غير يا دوبك أسامة فارق 10 نقط للعربي الآن. سي بي لخالد سليمان. تالا بنتريشن من تالا كيك اوت. سي بي فرانكلين لستوفر مرة ثانية. 11 ثانية على 24 ثانية. بنتريشن من ستوفر 4 دقائق 30 ثانية. خالد سليمان ويليام يا ترى نادي الغرافة هيقدر يعوض 8 نقاط. هنشوف خالد سليمان لعمر لتالا ثلاثية من تالا. تالا يوسع الفارق ل 11 نقطة. فرانكلين لنيمة على الانسايد لعمر لنديم. ديفنس رائع. جود بلوك من ويليام. خالد لويليام لخالد مرة تانية لويليام اللي بيعدي نص الملعب. سي بي نادي العربي بخبرة لاعبته بيهدي الملعب. عمر ميديم شوت يا ولد على الباصة. اسيست رائع. اسيست رائع من نادي العربي. عمر سيك. خالد سليمان اسيست رائع من عمر فيك. خالد لعيب ممتاز لعيب المنتخب القطري لعيب خبرة زي ما قلت لحضراتكم. نادي العربي يمتلك لاعبين خبرة بداية من المحترف سي بي 33 سنة مرورا بعمر سيك 30 سنة ويليام 33 سنة وطبعا خالد سليمان لاعب خبرة. كل ده بيفرق مع نادي العربي اللي قدر انه يرجع الحاج صالح اللي من وجهة نظري قلب مجريات المباراة مع نزوله كان ليه تأثير واضح في أداء لاعب نادي العربي. 13 نقطة تقدم نادي العربي. هي دي متعة وحلاوة كرة السلة. طاقم تحكيمي رائع بقيادة كابتن جاسم وكابتن بندر وفلادا زي ما قلت لحضراتكم. مباراة مش هتكون حماسية بين اللعيبة جوه المستطيل وجوه حدود الملعب. لا ده في مباراة تكتيكية بين المدربين بين كابتن حاتم مملوك وكابتن قصي حاتم. أرجع وأكرر الاثنين على أعلى مستوى. الاثنين أحرزوا بطولات عديدة سواء كابتن حاتم مع نادي العربي أو كابتن قصي اللي بطولاته لا تعد ولا تحصى مع نادي الغرافة وبيمر بعملية إحلال وتجديد بالفرقة وعامل سيزون حتى الآن رائع وأعتقد أنه هيعود لأجواء المباريات. ستافر إنسايد لنيمة لكن فاور على عمر. 3 دقائق 20 ثانية على أحداث المباراة. أوتسايد بيز لاين أوفنسيف هاف كورت. نيمة لنديم لستوفر
كوفر نيوتريشن فيد اواي ما تلمس الحلقه خدها ويليام يعدي نص الملعب ويليام لتالا ثلاثيه من تالا يستحوذ عليها نديم ستوفر اول ذا واي من ستوفر ايزي لياب برافو ستوفر يخلص الفرق ال 11 نقطه فرانكلين يقطع الكوره بنتريشن من فرانكلين لعمر ثلاثيه من عمر لا يوفق نيما ريباوند من نيما رائع تسع نقاط يقلص الفارق نيما تسع نقاط تايم اوت طلبه كابتن حاتم مباراه قمه في الاثاره وقمه في المتعه مش عارفين لحد دلوقتي مين اللي هيكسب دقيقتين 22 ثانية متبقية على أحداث الفترة الرابعة والمباراة تقدم نادي العربي 71-72 فرق 9 نقاط ممكن بسهولة ييجوا أو يرجعوا نادي الغرافة في الوقت المتبقي زي ما قلت لحضراتكم نادي العربي عمل excellent comeback أو عودة لأجواء المباراة و ممتازة قدر يعوض الفرق اللي وصل 14 نقطة ويتقدم هو فرق 9 نقاط قدر يحرز نادي العربي 23 نقطة حتى الآن ليخلص الفارق ال 14 ويزود التسعة ديفنس فول كورت من نادي الغرافة قلت لحضراتكم مدربين بينوعوا وبيمتعونا بأدائهم زون ديفنس فول كورت وبيرجع على زون ديفنس تالا لويليام لسي بي عمر سيك على الهاي بوست تالا لسي بي 6 ثواني على 24 ثانية بنتريشن من سي بي كيك اوت لويليام ثلاثية لا يوفق يستحوذ عليها عمر لكن خطأ شخصي اعتقد على عمر سيك لاعب رقم 14 من نادي العربي خطأ شخصي الثالث على عمر دقيقة 54 الخطأ الشخصي الرابع على عمر دقيقة 54 ثانية متبقية رميتين حرتين طبعا حضراتكم عارفين ان نادي العربي مجموع اخطاء لاعبي الشخصية في الفترة الرابعة خمس اخطاء بينما نادي الغرافة خطأ واحد دي هتبقى ادفانتج او لصالح نادي الغرافة انه لو حب يعمل فاول جيم النادي العربي مش هيشوط عمر يوفق في احراز الرمية الحرة الاولى برافو يا عمر يقلص الفارق 63 الغرافة 71 العربي 8 نقاط 7 نقاط فارق بريس لسه نادي الغرافة بيلعب بريس على أمل انه يقطع كرة سي بي ويليام خالد سي بي مرة ثانية خالد هاي سكرين جايله من عمر ديفنس رائع من ستوفر ونيما هيلب لكن نايس باس من نايس باس من خالد سليمان خالد سليمان لعيب خبره 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 لعيب ممتاز لاعب المنتخب القطري عمل تو اسيست في وقت قاتل الهجمه اللي فاتت لما ادى انسايد لعمر سيك ودلوقتي لما جه عليه دبل تيم من ستوفر ونيما ادى عمر سيك برضو نايس باس في الانسايد يحرز بيها عمر باسكت ويوسع الفارق تاني لتسع نقاط دقيقة 32 ثانية على نهاية الفترة الرابعة
والمباراة طبعا عدم التوازن اللي حصل لنادي الغرافة مع بداية الفترة الثالثة، زي ما حضراتكم عارفين مهم جدا الستارت اوف ذا جيم، ودايما مدربينا العظماء بيهتموا دايما بالستارت اوف ذا ثيرد كوارتر او الكوارتر الثالث، اهم فترتين هو بداية المباراة وبداية الفترة الثالثة. نادي الغرافة متقدم حتى نهاية الفترة الثالثة وأنهى الشوط الأول فرق 14 نقطة وأنهى الشوط الثالث فرق 3 نقاط. أوتسايد لصالح نادي الغرافة فرانكلين. لنيمة يستوفر نيمة في الانسايد، نايس بلاي، ايزي لياب، برافو نيمة، تكنيكال فاول على اعضاء الجهاز الفني للنادي العربي، استوجب رمية حرة إضافية بشوتها ستافر يوفق في أحرازها، 73 العربي 67 الغرافة، فرق 6 نقاط لسه بدري، دي 24 ثانية. فول كورت بريس لسنادي الغرافة، خالد سليمان لطالة لعمر سك، هيلعبوا على 24 ثانية نادي العربي طبعا. عمر سك يا ترى هيلعب 1 1 على نيمة، 10 ثواني 9 هيلعب بيس لاين كيك اوت، تالا جود ديفنس من نادي الغرافة، انتهى زمن الهجمة، ديفنس رائع من نادي الغرافة، ستيل ان ذا جيم، نادي الغرافة لسه في المباراة. الباسكت ده مهم جدا، 57 ثانية متبقية على أحداث المباراة. فرانكلين سيشن لإيلو نيمة، هاي سكرين بنتريشن من فرانكلين لعمر، ثلاثية من عمر لكن لا يوفق، فاول جيم أعتقد، لا ويليام لسي بي، 30 ثانية متبقية على المباراة، نادي الغرافة زي ما قلت لحضراتكم ما عندوش غير خطأ شخصي واحد، فالكرة هتبقى اوتسايد وده في مصلحة نادي العربي. نادي كابتن قصي واللي لعبته نو فاول، عايز عمر سك فاول اوتسايد للنادي العربي، لسه نادي الغرافة عنده 3 اخطاء شخصية، خالد لويليام لسي بي، سي بي خالد لو جات خلاص خلاص، لكن نديم مستعود عليها لعمر لستوفر، بنتريشن ايزي باسكت، يضيق الثلاث ثواني، خلاص انتهت احداث المباراه بفوز نادي العربي 73-69، مباراه قمه في الاثاره والمتعه، كابتن قصي ادى مباراه رائعه، ارجع واقول في ظل الامكانيات المتاحه، عمليه احلال وتجديد لنادي الغرافه
وجهة نظري نادي الغرافة بيقدم مباريات ممتازة، نادي العربي لعيبة خبرة، مدير فني على أعلى مستوى، جهاز فني ممتاز، ابن خلدون لعيبة خبرة، محترفين ممتازين. هارد لك نادي الغرافة، مبروك نادي العربي. انتظروا أعزائي المشاهدين المباراة القادمة بين نادي الريان ونادي قطر. أعزائي المشاهدين، سعدت بلقائي معكم، وأرجو أكون قد وفق في نقل أحداث هذه المباراة التي انتهت بفوز نادي العربي على نادي الغرافة 73-69، فرق 4 نقاط. أتمنى ألقاكم في مباريات أخرى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم معلقكم أيمن حليم.